برفقة قائد القوات الجوية الجنرال أمين أحمد إدريس وسفير تشاد لدى فرنسا قيد ليونس حامدي، فقد استقبل الوفد التشادي الذي قاده الوزير المنتدب لدى المجلس المكلف بالدفاع الوطني الفريق داود يحيى إبراهيم استقبل بحرارة لدى وصوله لوزارة الدفاع الفرنسية. وبعد عزف نشيدي البلدين فقد تفقد الوزيران عناصر القوات الفرنسية، ومن ثم عقد الوزيران جلسة عمل تبادلا خلالها مشاركة القوات التشادية المكونة من 3 كتائب في مجموعة الساحل 5 في إطار مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين. وقد التزمت الحكومة الفرنسية بتدريب الجنود التشاديين لرفع قدراتهم العملية ودعم الاتصال المستمر من أجل تعاون مثمر في المستقبل يسهم في الكفاح المشترك ضد الإرهاب. أما بخصوص قرار الأمم المتحدة بطرد المرتزقة من ليبيا، فقد تمنى الوفد التشادي مرافقة حقيقية لنسء أسلحة أولئك المرتزقة الموجودين في التراب الليبي والذين يمثلون تهديدا للمنطقة. وقد التزمت تشاد بجلب مساهمتها من أجل وقف ظاهرة الهجرة نحو أوروبا. هذا وقد وقع الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني على السجل الذهبي الموجود في المكتب الذي وضعه الجنرال ديغول مساء تحرير العاصمة باريس في أغسطس عام 1944.